السيدات والسادة أهلا بكم بلغ عدد السكان في المملكة الأردنية الهاشمية 9 مليون و ألف نفر ووفق ما أعلنه مدير عام دائرة الإحصاءات العامة المدير العام الوطني للتعداد السكان والمساكن لعام 2015 الدكتور قاسم الزعبي في مؤتمر صحفي يوم السبت المنصر ولكن على ما يبدو أن الأهم من نتائج العامة للتعداد هو تفاصيل هذه الأرقام التي أظهرها اسبابها ونتائجها وتابعاتها هذه الارقام خصوصا وان التعداد السكاني قد اظهر ارقاما هامه منها ما هو متوقع كسن الشباب في الاردن وسوء التوزيع السكاني في المحافظات ونسبه اللجوء وعدد اللاجئين وعدد غير الاردنيين بالاضافه الى المؤشرات الاجتماعيه والاقتصاديه الاخرى كالتامين الصحي وعدد المنتفعين به وتوزيعهم في المحافظات هذه الملفات مجتمعه سنتوجه اليوم اليها كباحثين عن اجابه على اسئلتها وكيف يمكن قراءتها وايضا من اين نبدا بتحليلها وكيف يمكن توظيفها في الدراسات الاجتماعيه التي ستتناولها اذ وبحسب ما ورد في النتائج فان المعيار العام الذي بحاجه الى دراسه وتدقيق هو نتائج اجمالي تعداد السكان التي وردت كما في الجدول التالي هذه النتائج تفيد بأهمية دراسة التبعات الاقتصادية والاجتماعية لا وبل فإنها تتغطاها إلى السياسية والثقافية لهذه النتائج التي يعكسها الجدول الظاهر أمام الأخوة المشاهدين ومن هنا فإننا نناقش الليلة كل ما سلف حول التعداد السكاني آفاقه انعكاساته على التخطيط العام في الدولة الأردنية سيكون هذا الحديث وتقدير نتائج التعداد السكاني على التخطيط العام مع الدكتور زياد الرفاعي الخبير الاقتصادي والدكتور خالد الشقران مدير مركز دراسات الرأي يبدأ النقاش بعد الفاصل ارحب بكم اعزائي المشاهدين ورحب بضيفه هنا الخبير الاقتصادي الاستاذ زياد رفاعي اهلا وسهلا بك وايضا ارحب بالدكتور خالد الشقران مدير مركز الراي للدراسات اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك نذكر ايضا بسؤال شارك عبر تطبيق رؤية هل تعتقد ان اولويه دراسه نتائج التعداد السكاني يجب ان تكون في الجانب السياسي الاقتصادي الاجتماعي ننتظر تصويتكم وتفاعلكم على هذا السؤال ابدا معك دكتور خالد اسمح لي يعني من اين يمكن ان نبدا اولا بقراءه نتائج التعداد السكاني وفق الاولويات تعتقد بالسياسه بالاقتصاد ام آه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد شكرا اخي مهند في الواقع الموضوع مهم ومن كل المقاربات هو متداخل في السياسه في الاقتصاد في التركيبه الاجتماعيه للمجتمع الاردني اعتقد كلها موضوعات مترابطه لكن آآ يعني آآ لا باس نبدا من الوضع الديموغرافي الجديد اللي اصبحنا في اليوم الارقام مثل ما عرضتوها على على الشاشه بتتحدث عن آآ تقريبا آآ نسبه 30% من السكان غير اردنيين نتحدث عن في التخطيط الاولي للدوله الاردنيه بانه كانت الفرصه السكانيه بتكون عندنا في عام 2030 بتعداد سكان 9.5 مليون الان احنا في 2015 وصل 10 مليون فالان كل تخطيطنا بحاجه الى مراجعه بحاجه الى تحشيد مواردنا اعاده ترتيب اولوياتنا في 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 الموضوع طبعا بدءا من الموضوع الديمغرافي مرورا بالموضوعات السياسيه وليس انتهام بالاقتصاد لان الاقتصاد ايضا الجوانب الاقتصاديه هي اكبر خطر في قصه الحجم السكاني الهائل اللي صار موجود في الاردن اخي مهند يعني ارقام مهوله يعني اليوم انا براجع يعني تعداد سكان العاصمة تضاعف خلال الثلاث سنوات الأخيرة محافظة زي محافظة المفرق زاد تعداد سكانها 60% محافظات الجنوب اللي كانت بمنأى عن وليست محاذية للحدود السورية أصلاً وصلها ارقام ليست بالسهله كل هذا يحتاج الى ترك السوريين اكثر من جرش اكثر من جرش بالضبط فهذا صح. يحتاج منا الى قراءه متانيه معاني سن ايضا العقبه فيها صحيح بالتأكيد. سنحاول سنحاول يعني في طيب. هذه الحلقه انه يعني نمر على بعض المفاصل المهمه ونطرح بعض التصورات والسيناريوهات اللي ممكن تساعد المخططين في الدوله الاردنيه انه كيف ممكن نواجه هذا الزخم من التعداد السكاني في الاردن او هذا الوضع الجديد شكرا استاذ زياد يعني من دكتور خالد واضح انه رايح على الديموغرافيا انها بتنذر بتغيير في بنيه المجتمع لكن ايضا لا يفصلها عن السياسه والاقتصاد اولويه الدراسه واولويه التحليل واولويه الوقفه الوطنيه او اهل العقل في الدوله الاردنيه اين يجب ان يقف أنا والله من وجهة نظري بطلع على الموضوع من ناحية اقتصادية يعني من حيث التعداد السكاني لأنه المعلومات الاقتصادية اللي تم جمعها هي بالنسبة لنا كنز بالنسبة للاقتصاد المستقبلي. قاعدة البيانات اللي انبنت من خلال التعداد السكاني هي قاعدة أساسية ممكن تساعدنا كثير لنحدد سياسة المستقبل تبعت الأردن بالاقتصاد وبالسياسة وبالنواحي الاجتماعية وخاصة المعلومات اللي أنا بشوفها اقتصادية معلومات الفقر. معلومات اللي تم جمعها من خلال التعداد السكاني مؤشرات رئيسية كانت كتير مهمة تعطينا معلومات عن قاعدة ونسب الفقر الموجودة في الأردن وهي كانت كتير أساسية إذا بتلاحظوا أيام من بلش التعداد السكاني كان في مجموعة كبيرة من الأسئلة اللي هي بتحدد مستويات الفقر في الأردن وعدد الفقراء وذوي الدخل المحدود أخره بخلاف عن موضوع أنه الناس السكان غير أردنيين لكن أنا مؤشر اقتصادي بالأساس اللي هي العلاقة في عملية تعداد وتحديد مؤشرات الفقر المهمة يعني بتذكر بجوز بالتعداد السكاني كنا نحكي كثير شغلات انه الناس ضاجت على مجموعه من الاسئله اللي هي كانت بجوز مش واضحه للناس انه ليش الاسئله هي بتنسال مثلا هل وجود مايكروويف ولا غساله وكذا هاي بجوز احنا المؤشرات الاقتصاديه اللي بنعتمدها دائما لتحديد مستويات الفقر في الاردن وهي بجوز الدراسات نادر ما صارت الدراسات تعداد سكاني الا كانت دراسات احصائيه على مستوى عينات واجراءات بسيطه لكن اليوم على مستوى مسح شامل وكامل للاردن بالمحافظات المختلفه هاي راح تساعدنا بتعطينا التركيز على الجانب الاقتصادي لانه هاي معلومات راح تساعد في عمليه مثلا اعطيك مثال لما نحكي مثلا في اقرب دراسه معدل خط الفقر الاردني 814 دينار وكانت هاي دراسه توقعيه بناء على اداره الاحصاءات العامه بناء على المسوحات اللي عملوها لمسوحات الدخل والانفاق م. للاسر هلا اليوم هاي الارقام اللي بتطلع معنا في اداره الاحصاء بالتعداد السكاني راح تبين لنا بالضبط وين التمركزات تبعت الفقر وشو الاجراءات اللي لازم نعملها كاقتصاد كاجراءات وقايه للمستقبل زي ما حكى الدكتور بجوز رقم كثير مهول انه احنا بالعام 2030 كنا مخططين نوصل 9.5 مليون بس اليوم احنا 2015 وصلنا هالرقم هذا طب هل كان يعني السؤال اللي ربما مضاد لكل هذا كله هل كان بوسعنا ان نتجنب مثلا ما ندخل علينا هذول اللاجئين يعني ما بعرف هلا اتوقع يعني هو اللاجئين ما سمح الدكتور موضوع اللاجئين هو لانه احنا دائما دا الاردن معروف بلد مضياف بيستقبل مضياف يعني بس اه على حساب ايش الشغلات الثانيه اللي ممكن راح نحكيها هلا اللي اثرت سلبا بمؤشرات اقتصاديه سلبيه على الوضع الحالي الموجود عندنا، سواء كانت بالبطاله، البيئيه بيئي يعني طبعا، يعني موارد ما بعرف يمكن انقل السؤال للدكتور آه آه سمحت لي الزعتري آه 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 حوض ماي يعني تحط عليه مخيم بالتأكيد يعني يعني وطالما تحدث ايضا سمو الامير حسن عن هذا الموضوع نعم فيه مام مام وفي مركز دراسات الراي ايضا هذا مام مام يعني اين يمكن ان نقرا هل كان في تجنب شيء من هذا؟ هل يمكن اليوم نصحه ونقول اننا يجب ان نجد تصرف لمن هم موجودين وماذا يمكن ان نفعل؟ امام يعني هذا التعداد يعني, يعني شوف بالتاكيد بالتاكيد ثمة حلول وثمة خيارات وسيناريوهات ينبغي على الدوله والمجتمع معا ان يتحركوا عليها خليني اعود للنقطه اللي اثرتها اخي مهند في في البدايه انه هل كان بامكان الاردن تجنب؟ بالتاكيد لا لانه الاردن كدولة مستقرة كدولة لها أعراف آآ سياسية آآ لها أعراف حتى قومية باتت سيدي. معروفة لدى الجميع في المنطقة بالضبط. تلقت موجات كبيرة من الهجرة عبر التاريخ وأمر الأردن ما كان إلا هيك حاضنة لكل العرب حاضنة لكل من يطلب الاستقرار ينشد الاستقرار يهرب من الحرب والويلات والمآسي هذا قدرنا سيدي لكن النقطه الاخرى يعني الاردن في الواقع باعتباره بلد مستقر سياسيا عنده اعراف سياسيه ثابته عنده خطوط قوميه ثابته وعلاقات مع دول الجوار وشعوب الجوار صح. علاقات مستقره لا يحكمها المزاج ولا يحكمها التفكير الشخصي بالتالي يعني هاي نقطة إيجابية في الواقع تحسب يعني تحسب خلينا نحكي فيها بقى. هي تحسب فبالتالي احنا بتنا ملاذ آمن هذا شو يعني؟ هذا يعني انه احنا انطلاقا من هذه القاعدة المفروض انه والآن جلالة الملك ان شاء الله في في المؤتمر لندن. الرابع من هذا الشهر مم. سيتوجه إلى مؤتمر لندن ينبغي أن نرسخ مفهوم لدى الدول المانحه بانه هذا البلد المستقر هذا البلد الذي يشكل نقطه إيه. ارتكاز في منطقه الشرق الاوسط بعيدا عن كل الصراعات الدائره حوله ينبغي ان يتم دعمه ينبغي ان يتم دعم الناس اللي فيه نحن لا نتحدث عن كاش ماني او او نتحدث عن تفصيلات مختلف عليها نتحدث عن ضروره اهتمام هذه الدول المانحه ب آه المحافظة على استقرار الأردن من خلال آه على سبيل المثال وليس الحصر آه التوجه إلى إنشاء مشروعات كبرى ضخمة في الأردن لاستيعاب البطالة استيعاب التغير الديمغرافي اللي, اللي موجود في الأردن لأنه أنت الفقر مش فقط بينسحب على المواطنين الأردنيين الآن بات ينسحب على الدول المانحة في البداية في وضع العفر وضع اللاجئين في أحد دراسات آه مع حد كارنيجي انه وضع اللاجئين احسن من بعض الاردنيين بالتاكيد بدات بالتاكيد بدات هذه تحقق يعني مطالب بالحرمان والتهميش شوف اخي مهند شوف اخي مهند طيب هلا وضع اللاجئين ما رايك قبل ان نرى خلينا نشوف التقرير التالي عدو الزملاء دكتور خالد حول الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه للجوء ولأرقام التعداد السكاني اللي تعكس ايضا حقيقه اللجوء ووجود غير الاردنيين نتابع التقرير ثم نذهب للتعليق تجاوز عدد سكان الأردن حاجز تسعة ملايين ونصف المليون وفق ما أعلنته أرقام التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015 الأمر الذي خلق بحسب مراقبين تحديات كبيرة في الملفات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية نتائج التعداد السكاني أوجدت تغييرات ديموغرافية هائلة نتيجة لعمليات اللجوء القصري التي شهدتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية منذ احتلال العراق عام 2003 مرورا بالأحداث الإقليمية وانتهاء بموجات اللجوء السوري الضخمة التي وصلت إلى الأردن منذ اندلاع الأزمة في الجارة الشمالية عام 2011 السكاني الرسمي الذي ظهر مؤخرا قد يكون مفاجأ للجميع لأن توقعاتنا كانت تعتقد أنه عدد السكان أكثر من هذا الرقم بكثير من 9.5 مليون، لكن انا اعتقد انه سبب هذا الانطباع هو وجودنا في عمان، خلق لدينا الانطباع انه هنالك زياده سكانيه كبيره جدا. هذا الرقم له ابعاد حقيقه بالنسبه للتخطيط السكاني، بالنسبه للخدمات الصحيه والتعليميه والبنى التحتيه الى اخره، فلذلك لابد من القيام بعمليه تعداد سكاني. خاصه الاردن الزياده ليست طبيعيه للسكان. او انت بتعرف انه عندنا زيادات قسريه التخطيط المستقبلي احد المؤشرات او الاسس التي يقوم عليها هو معرفه عدد السكان حتى نعرف قديش يكون عندنا مستشفيات مدارس بنى تحتيه الى اخره التحدي الديموغرافي فتح أبوابًا لتحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، فالتحدي الأبرز على الساحة الداخلية الأردنية هو التحدي الاقتصادي، فالأرقام التي أظهرت الانفجار السكاني للاجئين السوريين الذين وصل عددهم في مختلف محافظات المملكه الى مليون ومائتين وخمسه وستين الف وخمسمائه واربعه عشر شخص اي ما يقارب عدد سكان اربعه محافظات اردنيه مجتمعه يشكلون العبء الاكبر على البنيه التحتيه والمرافق العامه ناهيك عن الخدمات الاساسيه من تعليم وصحه وغير ذلك حيث تعاني تلك القطاعات من ارهاق وضغط غير مسبوق تحدي اللاجئين والوافدين الى الاردن ليس جديدا على المملكه ولكن ما يميز هذه الاوضاع عن سابقاتها خلال العقود الماضيه هو ان الاردن وموارده وطبيعه مستوى المعيشه واحتياجات ساكنيه لم تعد مثل خمسينات وستينات القرن الماضي، الامر الذي يطرح استفسارات حول مستقبل الاوضاع الاقتصاديه للمملكه في الفتره المقبله. هذا اللجوء الكثيف خلال فتره قصيره رتب اعباء ماليه كبيره على الاقتصاد الاردني. وايضا على المجتمع الاردني اثر على سوق العمل لذلك البطاله ارتفعت الى 14% يعني حوالي 180 الى 200 الف عامل اردني عاطل عن العمل، اصعب شيء في الاردن ان يرتفع عدد البطاله بين الوافدين. هذه بيكون لها انعكاسات اجتماعيه ومظاهر غريبه عجيبه لم نكن نعرفها في السابق في الاردن. هذه تؤثر هلأ مستقبلا هناك آثار سلبية ربما لا نتابعها اليوم أو لا نشاهدها مثلا مستوى التعليم في الأردن سيتأثر مستويات الخدمات الطبية والصحية ستتأثر هذه مجموعة تؤثر بشكل كبير وتضع الأردن أمام تحديات كبيرة نتائج التعداد السكاني تفرض على الاردن تحديات جمة، فهناك مجتمع جديد في طور التشكل في الاردن وعلى صناع القرار مواجهته والتعامل معه باقتدار لمجارات المستجدات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي اظهرتها نتائج التعداد. استاذ زياد يعني تابعت ربما التقرير اجماع بين الاقتصاديين والاجتماعيين على انه احنا في وضع حرج، شو رايك؟ والله انا اؤكد هذا الحكي طبعا اكيد 100%، انا بدي بس اعلق على كم موضوعين سريعات على موضوع البطاله. آه وهذا بجوز له علاقه في المشاريع الرياديه والمشاريع الصغيره والمتوسطه وسياسات الحكومه باتجاه بدعم هذا الموضوع، يعني موضوع البطاله في البدايه بالاساس انه ارتفاع معدل البطاله بالمقارنه مع 2014 بنسبه 2.4 2.4% وكان اعلى معدل بطاله موجود عندنا في محافظه اربد وهذا بدون ربط مع موضوع السكان غير أردنيين آه هاي النقطه كثير اساسيه وحيويه لازم ننتبه لها بطريقه او باخرى حتى انعكاساتها السلبيه زي ما تفضلوا بالتقرير انعكاساتها السلبيه على المجتمع وعلى الامن السكاني وعلى العاطلين عن العمل وعن تفاصيل اخرى اقتصاديه واجتماعيه وبعدين بتنعكس سياسيه بجوز او بجوز السياسيه تكون بالاول فبالتالي موضوع معدل البطاله انا بشوف هذا واحده من التحديات الرئيسيه اللي ممكن اللي لازم تكون في تحديد اولويات ورسم سياسات واضحه فيما يتعلق في معدل البطالة بين الأردنيين وخاصة إذا إن بنعرف أنه العمالة الغير أردنية أو السكان الغير أردنيين معظمهم قوة عاملة خاصة السوريين هم عندهم مهارات مختلفة عن المهارات الموجودة عندنا في سوق العمل سعيد. وبالتالي بجوز يأخذوا أولوية في فرص العمل نظرا لحاجتهم أولا ونظرا لتميزهم بالخبرة أو المهارة المختلفة عنه يعني. يعني إحنا بنطلع على المنطقة في العالم العربي بشكل عام الشعب الناس السوريين واللبنانيين هو أكثر الناس رياديين في الأعمال بشكل عام <applause> وهذا مؤشر مؤثر ثاني بأثر على البطالة هاي من ناحية جهة من جهة ثانية التضخم اللي إحنا رح نتحمله كشعب أو كسكان أردنيين في الأردن صح. هذا التضخم يعني انعكاساته مثلا مثلا في أحد الدراسات اللي صدرت في عام 2014 2015 2015 مقارنة أنه معدل التضخم انخفض فكتير انبسطنا إحنا أنه معدل التضخم انخفض بنسبة 0.1% لكن لما تقرا التفاصيل تبعته انخفض بسبب اسعار النفط انها نزلت فبالتالي انخفض المؤشر العام، لكن لما ندخل بالتفاصيل نكتشف انه اسعار الشقق والايجارات ارتفعت بنسبه 5%، فالمواطن الاردني في الاخر العبء تبعه هو البيت والماكل والمشرب تبعه اللي هو الاساسيات الحياه. اللي هون هي بتربط التضخم في معدلات الفقر بعدين مره ثانيه عم يعني بنشوف انه في ازدياد في معدلات الفقر بسبب موضوع التضخم ارتفاع اسعار الشقق ارتفاع اسعار الاكل الماكول الاكل والشرب ارتفاع اسعار الملابس في حين انخفضت باس المحروقات والمحروقات انعكاساتها بنعرف كثير احنا في الواقع اليوم عم تطلع المحروقات بترتفع الاسعار لكن لما تنزل المحروقات ما بتنزل الاسعار فهي موضوع الموضوع تضخم وانعكاسه في الاخير على مؤشر الفقر قديش عندنا نسبه الفقر في المؤشرات الاخيره والدراسات الاخيره وارتفاعها وهي بجوز في الاحصائيات في التعداد السكاني الاخير لازم تطلع لنا نتائج لأن المؤشرات اللي كانوا يجمعوها تدل على الفقر فراح يطلع لنا ارقام اتوقع ننتظرها ان شاء الله بس تتم اعلان النتائج النهائيه 7 2 اظن قديش طيب. نسبه الفقر الفعليه وتوزيعها على المحافظات واتوقع هاي الارقام اللي راح تكون صادمه وصاعقه بالنسبه لنا كسياسات اقتصاديه للبلد طيب هذا راسمين الاقتصاد يعني معنيين في لكن دكتور خالد يعني احنا بنحكي عن هويه بتتغير نحكي عن جريمه بتزيد نحكي عن مجتمع بتحول نحكي عن تحديات اخرى ايضا لها علاقه السكاني بالتاكيد طبع. بالتاكيد هلا يعني انا بدي ادخل لك في انه السؤال الكبير انه انه كيف يمكن التخطيط لكثير من ال 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 القطاعات بالاضافه للي تفضل فيه وفي عندي جزئيتين اساسيتين يتعلق بالهويه تتعلق في الجانب السياسي انا في عندي مخاطر سياسيه من وجود هذا الكم الكبير من السكان غير الاردنيين بغض النظر حتى عن حتى يعني ما بعد امنيا كان لهم قيود انت هل أنت, هل انت عندك اضافه القطاعات التقليديه المياه والطاقه والبنى التحتيه والتعليم والصحه عندك الامن وعندك الـ 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 الهويه وعندك الجوانب السياسيه. التاثيرات السياسيه والامنيه في الواقع هذا هذا الحجب السكاني من غير الاردنيين له تاثير سلبي نتيجه لتعدد الاتجاهات السياسيه، انت ما بتعرف هذول نشأوا في بيئات سياسيه غير البيئه الاردنيه. نشأوا في بيئات حتى اجتماعيه. غير البيئه الاردنيه وبالتالي انه حتى لو فرضنا بدك تعمل تكيف. لهؤلاء السكان انت تحتاج الى الفترة. فتره طويله من الزمن أزور. العبء الامني كبير كم تحتاج من رجال الامن الامن الطبيعي من رجال الشرطه مم. في الشوارع في المدن هذا هذا له كله وهذا بقودنا للحديث عن الجانب الدولي في في الموضوع الاردن تلقى الكثير من الوعود منذ خمس سنوات بانه يعني احنا ما راح نترك الاردن لوحده وكان زيارات متعدده للمخيمات و لكن وكان في مؤتمر المانحين الاخير في الكويت لكن لو سالنا كم حجم المساعدات الفعليه اللي وصلت خاصه مع في ظل التراجع للأسف. للأسف. يعني للاسف اليوم حتى دول عربيه يعني داعمه مثل السعوديه وقطر في تقليص بالتأكيد اخبار يعني وال وال والنقطه الاساسيه عشان. والنقطه الاساسيه انا ما بدي تعطيني سمكه انا اعطيني سناره اصيد السمكه بمعنى انه انا الان لدي وضع قائم جديد فيما يتعلق بالسكان آه المطلوب من الدول المانحه آه اللي اصلا ما استحملت بضعه الاف من المهاجرين صح. والان آه آه ما بدهم يعني ما بدهم كمي... تدفق كميات اوروبا جدت على 200 الف خلينا نعم. نشوف دكتور الجدول في عندنا جدول لو اعطوني اياه الشباب نعم جدول آه ما يتعلق سون. تقسيم الاردنيه على المحافظات بس بدي احكي شغله هون نعم دكتور زياد أه هلا بس يعني هذا الجدول لأنه بنحكي عن موضوع نعم الفجوه والتكيف بين نعم بنحكي عن فجوه والتكيف بين الاردنيين طبعا احنا عرفنا عملنا حلقتنا اول امبارح كانت نعم في هذا الموضوع حول نعم موضوع تركز غير الاردنيين في العاصمه أه عمان في الزرقاء في, في أربد, اربد المفرق آه طبعا اقل شيء عندنا الطفيله نسبة طبعا كل المحافظات شملها تغير دون نعم استثناء نعم نعم كلها شملها تغير كلها تغير موجود في معان موجود في العقبه موجود في الكرك نعم يعني يعني دكتور يعني احنا نتائج هذا التوزيع الغير متوازن لما انا بخضخ في مدينه زي اربد 600 الف ولا 400 الف يعني احنا ها. ما بدنا نقول شيطن اللاجئين اهلا وسهلا فيهم واخواننا وعروبة والاردن مضيافه ومرحب يعني وسعوا دور لهم بس يعني كمان يعني احنا لبساتنا ميه دكتور بالتاكيد شوف مم. هذا راح ياثر في الـ الـ في الـ في السياسات العامه ككل انا كان تخطيطي لل15 سنه القادمه انه انا ابني طلب ابني بنى تعليميه صحيحه اقوي الجانب المهني في الـ في الـ في التعليمي عندما اوصل بالضبط يعني. عندما اوصل الى مرحله انه ازيد عدد القادرين على العمل واقلل نسبه المعالين من المجتمع الاردني انا بكون وصلت للفرصه السكانيه بس بظل الوضع الجديد انا راح يكون عندي الامر كارثي ونتائجه بحسب المجلس على السكان إيه. مش يعني هذا الامور مش مني انه انا بده يكون عندي في ظل انه انا وصلت في 2015 للرقم اللي كان مليئة. مفروض مم. في, في انا بدي يكون عندي تضخم اعداد المتعطلين على العمل بده يكون عندي ارتفاع نسبة الفقر بده يكون عندي انتشار الأمراض الاجتماعية مثل الجريمة وغيرها الانتحار الأهم من هيك تراجع حصة الفرد من الدخل وتردي المستويات المعيشية ازدياد الضغوط على الموارد كل هذه نقاط أصلا ضمن التخطيط اللي كان موجود تراجع قدرات الأفراد وتراجع رأس المال أه وتراجع الظروف الصحيه للأفراد لانه انا كمان البنيه الضغط على البنيه التحتيه طبعا. عندي انت الان روح راجع اي مستشفى في الكرك ولا في الرمثة ولا في اربد ولا في في المفرق ستجد انه في زحمه بالنهايه هل, هل هذا كله سؤال. بيؤدي الى تباطؤ النمو الاقتصادي الا يؤدي الى تعاظم السخط الاجتماعي كمان دكتور والشعوب ما هذا اللي بدي ادخل لك عليه انا انا بقول الـ الـ كثير من اهل الفكر بيقولوا انه لا يمكن فصل السياسه عن الاقتصاد اعطني خبزا أعطيك فنا حتى صح. في السياسه صح. اذا انا ما كنت مرتاح اقتصاديا هذا بالتالي راح يتحول الى حمق واحيانا ممكن يتحول الى كراهيه احيانا ممكن يتحول الى عنف ضد آه الـ الـ المجتمع وهنا بالضبط. وهنا اعود مره اخرى صح. للدول المانحه والدول الكبرى صح. اللي كانت مصره على زياده عدد اللاجئين واستقبال اللاجئين في الاردن آه نقول بانه اذا اذا كنتم معنيين باستقرار المنطقه ووقف موجات الهجره الى اوروبا وحل المشكله من داخل الاردن لأن الاردن هي الدوله الاكثر استقبالا للاجئين عليكم بخلق مشروعات اقتصاديه كبرى, كبرى, كبرى عظيم في مختلف مناطق الاردن على الاقل تخفف من حجم الضغط هذا ودنا نروح فيه على الدكتور زياد يعني محور البطاله في التعداد السكاني لما بنحكي عن 3 مليون اجنبي منهم 390 الف آه عامل مصري هذول مسجلين مسجل في, العاصمة 300 سنة. في العاصمه 360 في العاصمه بنحكي عن ارقام اكثر ما. في الزراعه وغيرها م. ما تاثير ذلك على البطاله والعماله باعتقادي؟ طبعا انا بس بدي ارجع للنقطه ذكرها الدكتور واللي هو موضوع الدول المانحه واللي هو العبء الاساسي اللي صار على البنيه التحتيه والاقتصاد الداخلي واللي راح يوصل لنتيجه في الاخير لتباطؤ النمو الاقتصادي ونصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الاجمالي لزياده عدد السكان او انفجار السكان اللي صار عندنا 3 مليون من جلال الرقم وتمركزهم في المناطق بس عندي ارقام شوي بهذا الموضوع مثلا لما نحكي انه كان في التزام بتقديم مليار و800 مليون ل 2015 للدول المانحه منها الدول المحطوطه اللسته تبعتها طويله اللي تم استلامهم فعليا لا يتعدى الثلث او ال 40% من هذا الرقم وباقي الارقام دولة تتحملها رئيس الوزراء تحدث في الازرق قبل يومين قال احنا ما بنشحد ولا بنستجد او في بالتزاماتكم بالضبط يعني وهذا اللي, اللي صار ضغط على البنيه التحتيه انا بدي احكي على شغله قديش عندنا احنا خدمات اليوم تعليميه او صحيه بتتقدم للاجئين وهي باسعار مدعومه تدفع الحكومه تكلفتها لما نحكي على المدارس في القطاع العام على المدارس على المستشفيات بنية تحتية, بني وضعها بني تحتية بأسعار مدعومة من الحكومة تقدم في رقم بحكي أنه ثلثين الشعب الأردني الأردنيين هم مغطيين بالتامين الصحي <applause> الان اللي اصبح منه جزء كبير منهم اللاجئين او المقيمين في الاردن يستفيدوا من هذه الخدمات هاي كثير معلومه مهمه اللي بنطلب فيها ما مش بالضبط احنا بنطلب ايفاء بالالتزامات اللي تم الالتزام فيها مقابل انه فتحنا الابواب واستقبلنا ولا زلنا نستقبل هاي النقطه الاساسيه النقطه الاولى النقطه الثانيه موضوع البطاله طبعا انا باكد البطاله هو مفتاح الاقتصاد إذا احنا بدنا نجد فرص العمل وهي بجزء الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل اللي تم اطلاقها قبل سنتين الى ثلاثه كانت لها علاقه بالتشغيل الذاتي، بالتشغيل بالمشاريع الصغيره، تشغيل بالمشاريع الكبرى لانه البطاله اذا تم حل مشكله البطاله بارقامها زي ما ذكر التقرير حينعكس على الفقر حينعكس على الامن السكاني، حينعكس على كل، لكن اللي عم بيصير اليوم في عكس العكس عكس عكس إنه انفجار سكاني من حيث اللاجئين اثر طبعا. على البطاله بازدياد وبالتالي تضخم بازدياد مشاكل اجتماعيه بازدياد عدم وجود فرص عمل بازدياد الى اخره احنا بنقول قبل الفاصل زياد خبيرنا الاقتصادي الذي نحترم الله يحمي البلد قبل الله يحمي. الفاصل لكن قبل الفاصل هل تعتقد ان اولويه دراسه نتائج التعداد السكاني يجب ان تركز على الجانب السياسي 12% الاقتصادي 58% الاجتماعي 30% نعود اليكم بعد فاصل نعود اعزائي المشاهدين نذكر بنتائج سؤال شارك هل تعتقد ان اولويه دراسه نتائج التعداد السكاني يجب ان تركز على الجانب السياسي 12% الاقتصادي 58% والاجتماعي 30% هذه النتائج متوقعه دكتور زياد كانت اعتقادك تركيز على الاقتصاد طبعا اه الاقتصاد اتوقع هو المفتاح لكل شيء ممكن يكون في مربوط في السياسه ومربوط في كل شيء ثاني اذا حلينا وابتداء من البطاله لانه عدم عدم وجود فرص عمل طيب زي ما بقولوا احنا عدم وجود فرص عمل بتساعد كثير على وجود وقت فراغ وبالتالي وقت الفراغ بنعكس في امور اجتماعيه واقتصاديه وجريمه, وجريمة والى اخره آمن طيب. وسلام عظيم دكتور خالد يعني نحكي بصراحه كانوا الناس يقولوا ما عندكم ميه وهي صار في ميه بتسقوا اللاجئين ما عندكم كهرباء تعطوا كهرباء هيك اسئله الشارع اليوم كنتوا تقولوا لنا وقف رمي ونرفع لانه عندنا شح في المياه، طب يعني هذه اسئله الناس البسطاء العاديين، كيف يمكن ان تنعكس على امن البلد واستقرارها؟ كيف يكون هذا التعداد؟ هل كنا ننتظر من التعداد السكاني ليقول لنا هذه الحقائق اليوم بعد خمس سنوات؟ لا بالتاكيد الناس شعرة وبالتاكيد والدليل انه بتدخل اي مدينه اردنيه تشعر بالفرق آه بالفرق من حيث الازدحام، بالفرق من حيث زخم الناس، آه من حيث طبيعه الوجوه العامله حتى في في المحلات وفي الخدمات إلى اخره. آه ومن حيث الشكوى، طبعا هذا هذا كان في تعاظم شكوى بس الان بعد التعداد السكاني آه اصبح واضح آه انه الشكوى اللي عند الناس منطقيه. بارقام آه معها. بالتاكيد، وبالتالي الناس الان آه مش بس من المشاهدات لديها ارقام طيب. آه عم بتقول انه انا في عندي في كل مدينه تقريبا اذا مش نصف عدد السكان او ثلث عدد السكان احيانا ضعف عدد طب هل انت من, من انصار سكان. التعايش مع هذا الواقع آه بالنسبه للناس اللي بيسمعونا اليوم بالكرك بالطفيلي لا انا مع انا مع الحلول انا مع الحلول طيب. انا مع الحلول ايش طيب. اعطينا الحل الاول آه ينبغي ان آه آه نركز على آه آه يعني آه منظومه منطقية نضعها أمام المجتمع الدولي النقطة الأولى تتعلق بوضع اللاجئين أنفسهم نحن لدينا نتحدث عن مليون و ألف لاجئ سوري تقريبا مضافا إليهم ستمائة ألف من حملة الوثائق نتحدث عن 2 مليون لاجئ في الحد الأدنى في القانون الدولي في القانون الدولي في بنود بتساعدنا البند الأول أنه في باتفاقيات جنيف بتقول أنه هذول اللاجئين لما بيروحوا على دوله ثانيه ينبغي على المجتمع الدولي اللي موقع الاتفاقية جنيف يتحمل مسؤولياته بانه يخفف العبء من في موضوع العدد. العدد انه يتحمل الدولة. ياخذ ياخذ عدد ويعيد ادماجهم في مناطق اخرى من العالم وهذا ما لم يحصل في الحاله الاردنيه، الجانب الاخر خليني اتحدث عن امن الاردن وامن المنطقه. انا بعتقد انه اوروبا باعتبارها ملاصقه لمنطقه الشرق الاوسط معنيه في الاستقرار وباعتبار ان الاردن نقطه استقرار يمكن الانطلاق منها كنموذج في المنطقه واعاده ترتيب الاوضاع لبعض الدول اللي فيها اضطرابات في المنطقه ينبغي بالمنطق الطبيعي ان تكون اوروبا مهتمه بامن الاردن. اذا 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 سلمنا بهذه القاعده ينبغي ان يكون هناك حركه على طب في الارض في عده اتجاهات ما هو احنا هذا بنحكي في النهايه ودنا قروش بالتاكيد <تصفيق> منح بالتاكيد <applause> <المنح تصفيق> دكتور المنح نعم والالتزام الدولي نعم يعني هل بتعتقد انه راح يكون في جدوى او في تطور في يعني لازم يكون في مؤتمر لندن بعد اربع ايام يعني سيدي كيف ال ال الدول الدول ما بتمنحك آه لاجل شجار عيونك او سواء اه. أو, او او لانه عيونك خضر الدول بتمنحك لمصالحها أمن منطقة الشرق الأوسط متصل تماماً بأمن المصلحة. أوروبا. إذا المصلحة. أردنا أن نحافظ على استقرار المنطقة وعدم حدوث انفجار انفجار بالمعنى إنه إذا أنت وصلت الناس لحالة فقر وحالة قهر وحالة شح في الموارد هذا يعني الانفجار الانفجار سيمتد بكل تأكيد ولدينا مظاهر موجودة في العراق وموجودة طبعا. في سوريا التطرف هذا التطرف مش ولادة ولادة حالة طبيعية بالتالي هو نتيجة تراكمات خيبات ما نريد ان نقوله في هذا انا انا بقول انه مصلحه اوروبا ومصلحه الدول المانحه بانه استقرار اه المنطقة ضبط او المساعده على مزيد من الاستقرار في المنطقه دعم دول مثل الاردن لانه على الاقل تكفيهم شر مزيد من موجات الهجره ومزيد من احتماليه التطرف لانه كم من المهاجرين يعني بيكون هو اصلا طلع هو ناقم ناقم على صحيح. الاردن وناقوا على يعني حتى الدراسات دراسات يعني دراسه الكارنيج عشان بتقول انه الاردنيين بعظموا من السلبيات بشكل كبير وبنسوا ايجابيات الاجراء السورية خلينا ننتقل دكتور معلش خليني, خليني, خليني ادخل على موضوع الموضوع الايجابيات يا سيدي انا ما عنديش معنى هلا الايدي العامله الماهره اللي موجوده ما هي بدها مشروعات تشتغل فيها أه هلا انا تقول لي أه والله ايدي عامله بستفيد منها بال بالعمل الخدمي بمحلات البسه ولا بمحلات اكل أنا بدي تتحول هذه صناعة. الأيدي العاملة الماهرة لصناعة لقوة, صناعة. لقوة صناعة. صناعية لقوة إنتاجية تنعكس في الأردن في النهاية على, على الرفاه الاجتماعي صحيح على وعلى الاقتصاد الوطني صاد وتحسين صاد دخل طيب. الفرد دكتور زياد أو أستاذ طيب. زياد هل أنت مع وضع قوانين ناظمة تحكم عمل غير الأردنيين بلاش نقول السوريين لحالهم لأنه في ليبيين في يمنيين اليمنيين اليوم عم يشتغلوا في محلات الخضرة أوه. بيشتغلوا في الخضرة كل احترام لهم كل الشكر لهم اللي قالونا اللي علينا لانه بيعتقدوا انه احنا كويسين بس يعني والله احنا يعني في النهايه أه بطلنا نقدر شوف احكي شغله هلا هون بالبدايه في موضوع هلا خلينا نحكي بس على موضوع تعداد السكان بشكل عام وادخل فيه لانه تعداد السكان اعطاني مجموعه كبيره وزخم كبير من المعلومات وهي الزخم كبير من المعلومات اللي راح يزيد العبء على الحكومه الاردنيه انه باتخاذ القرارات المناسبه لعمليه اداره الفجوه اللي صارت هي واحد فجوه السكانيه بالمحافظات سواء بمعدلات البطالة العالية سواء بالفقر سواء بالتضخم فهي لازم تكون في اجراءات بعد الدراسه، اليوم احنا زي ما انت حكيت قبل شوي، هل احنا كنا نستند الدراسه مشان ناخذ شيء زي هيك؟ ما احنا كنا نعرف وشايفين عرض الواقع، صح. لكن اليوم الارقام قاعده البيانات بتعطيني صلابه في اتخاذ القرار. صح استند على ارقام وليس شعور، واستند صح. الى احصاءات وليس الى افكار واعتقادات. هلا موضوع العماله او موضوع القوانين، يس أكيد أنا مع القوانين، لكن أنا قبل ما نحكي بالقوانين، أتوقع في شيء كثير مهم وضروري نحكي فيه، إنه تطبيق القانون، أتوقع في قوانين تمنع، وفي قوانين تحصر موضوع العمل بالأردنيين، وهي قوانين بجوز صدرت خلال الثلاث سنوات الفاترة. لا السابقة، لكن أين تطبيقها؟ وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، هل تتوقع استقبال اللاجئين ودخولهم في المناطق السكانية الموجودة فيها في عمّان وفي مراكز المحافظات، ومنعهم من العمل، هل هو هذا حل؟ او يتم دمجهم في المجتمع ويتم العمل من خلال قوانين ناظمه ومطبقه بارض الواقع وفي رقابه على تطبيقها يعني لما منعنا قبل فتره قبل سنتين طلع قرار ممنوع تشغيل العاملين السوريين شو النتيجه احنا عم بنشوف اليوم بدهم في ارض الواقع معظم المحلات اللي بتروح بنروح عليها قاعدين اليوم معظمهم سوريين لكن معناته القانون وجد ولكن لم يتم تطبيقه بالطريقه الصحيحه وصار في حقد ما بين العاطلين عن العمل الاردنيين سيه. بالمقابل للعاملين السوريين انه يعني باخذوا رزقتنا قاعدين فبالتالي اتوقع انا مع القوانين أنت لكن التجار يعني التجار عندهم ربما مشاكل ايضا قطاع التجاره طبعا يعني اثر ما عندنا احصائيات دقيقه عن المحلات اللي رخصت والمحلات اللي رخصت والمطاعم لكن أه ربما تجيبنا عليه الايجابيه هاي النقطه اللي أنا بجوز نتطلع عليها من ناحيه ايجابيه وهي عمليه نقل المعرفه وهي بجوز ناحيه احنا حكيت قبل رقم او معلومه انه سوريا ولبنان هي من الدول المعروفه بالرياده في الاعمال صح يعني يكون ايجابي شوي بدي اعتقد انه عمليه الحركه التجاريه اللي صارت في الاردن من وجود رؤوس اموال فيه من فيه غير اردني تم استثمار في الاردن مزبوط فيه فيه فيه. لكن اذا ما كان فيها مرتبطه في عمليه نقل المعرفه وهي اتوقع بتحتاج الى وقت طويل نه. حتى ننقل المعرفه حتى تسوي اثر كمان حتى تسوي اثر صح. احنا عم بنشوف الشغلات السلبيه اليوم بس الايجابيه بجوز ما نشوفها بجوز بعد تحتاج الى عدد سنوات سنوات اكثر فبالتالي لا انا ما عندي وجود انظمه لكن الاهم من الانظمه هو اليه تطبيقها وحكمها لا نستطيع انه نضع القوانين بدون رقابه وبدون تنفيذ وتطبيق لانه صفينا بنحط سياسات وغير مطبقه على ارض الواقع وهي بتزيد النقمه المجتمعيه ما بين الطبقات او ما بين الاشخاص اللي متضررين او هل المستفيدين هل ان احد الحلول مثلا ما دام نتحدث بالحلول التعجيل بتطبيق نظام اللامركزيه، تخفيف الهجره الى المدن المركزيه هذه مثلا وعدم تركز الناس في محافظات مثل اتوقع هذا شيء اساسي اتوقع هذا شيء اساسي لازم يكون يعني تم اتخاذ قرارات مدن يعني تم اتخاذ قرارات كثير في هذا الموضوع لكن برضه نرجع لتطبيقه يعني ما اتوقعش كل كلف تطبيقه طيب, طيب. استاذ دكتور خالد يعني في احد الجوانب اللي بتكشفها التعداد اللي هو نسبه الناس اللي بيعانوا من صعوبات حاده متمثله بعدم القدره على اداء الوظيفه، 2.7% من اجمالي السكان في العمر خمس سنوات فاكثر يعني بيعانوا من هذه الصعوبات، النسبه الاعلى لهذه الصعوبات تتركز في محافظه اربد المفرق عجلون تجاوزت 3%، طبعا السكان اكثر هي اقل في مادبة في معان في العقبه في العاصمه في الكرك. لا. يعني هذا كيف يمكن للتعداد السكاني وحقائقه تسمح للمخططين في قطاع في الاعاقه وفي قطاع الاسره في قطاع الصحه بالاستفاده من هذا بالتاكيد شوف احنا خطينا خطوه في موضوع ذوي الاحتياجات الخاصه صحيح. او ذوي الاعاقات اه واعتقد ان الاردن من بين الدول في منطقه الشرق الاوسط المتقدمه في اه هذا المجال لكن احنا يمكن الارقام هاي ارتفعت نتيجه لاصابات اه الحرب ودخول اه ناس غير اردنيين اه ايضا فزادوا هذا الرقم ما بين السكان اه اعتقد انه احنا بحاجه لمزيد من التخطيط لتاهيل آه هؤلاء الـ الـ الناس آه ربما علاجهم ربما إدماجهم آه المجتمع في المجتمع تمكينهم, آه تمكينهم آه أكثر لكن شوف آه هذا الرقم لا يمكن النظر إليه بمعزل عن آه الرقم الهائل عن ثلاثة مليون غير الأردنيين اللي موجودين الآن على الأرض الأردنية هي حقيقة أصبحت واقعة ينبغي أن نتعامل معها آه بكل الجوانب آه عندنا ضغط على البنى التحتية بكل معناها مياه كهرباء خدمات تعليم صح تعليم آه، هذا آه، اذا ما تم التخطيط له الان بشكل صحيح آه، اذا ما انتبه اعود مره اخرى للمجتمع الدولي اذا ما انتبه المجتمع الدولي بشكل دقيق لحجم المعاناه آه لدى المخطط الاردني في الم... للمستقبل لدينا مشكلة. هذا يعني انه ليس خطر على الاردن الواحد قنبلة طيب خطر على المنطقه ومن ثم خطر على كل المناطق القريبه وعلى راس اوروبا طيب أرجع. وهم معنيين بامن طيب الاردن لدي, لدي, هم لدي دقيقتين طلع. لدي دقيقتين ربما اقل اقل دكتور زياد نصف السكان في الاستطلاع او في التعداد مشمولين بالتامين الصحي تتبع تب هذه النسبه تشمل الثلثين هذا شو بعكس هلا هو مضبوط الارقام بجوز كارقام احصائيه لكن هو جوده الخدمات هو هذا السؤال صحيح. يعني جوده الخدمات ومشاركتها لانه هذه الخدمات احنا بنعرف خدمات التامين الصحي اللي بتشمل ثلثين سكان الاردنيين او نصف الساكنين في الاردن مش الاردنيين فقط هي خدمات مدعومه او خدمات مقدمه من النظام الصحي الاردني فبالتالي وهو مدعوم باسعار معينه تجي تفضيليه نحكي تقديمها فبالتالي هاي العكس على اليوم اللي بنشوفه على ارض الواقع قد من الناس بيروح طيب. براجع وبقول لك انه الخدمه ونوعية الخدمة طعيف. المقدمة ضعيفة جداً هل في ساعات بحاجة لتعديل؟ توقع بالصحه لازم يكون في طبعا نفس الشيء اللي حكينا فيه بالعمل نفس الشيء على القطاع الصحي وحتى التعليم يعني موضوع التعليم ايضا كمان يعني لانه احنا اليوم مدارسنا مدارس اللي تابع وزاره التربيه والتعليم في المناطق اللي ماهوله او فيها عدد كبير من اللاجئين صار في ضغط عليها وصار عدد الطلاب صارت بالصف. نظام الفترتين فترتين وزاد 60 طالب بالصف عدد كبير نظام الفترتين شكرا لك الدكتور خالد شكرا مدير مركز دراسات الراي شكرا لك وان شاء الله طريق يعني ما بدك اعلق في الطريق سالما يعني نتمنى الوصول اليك سالما الاستاذ زياد الرفاعي الخبير الله يخليك شكرا لوجودك معنا الله. سؤال شارك عبر تطبيق رؤيا هل تعتقد ان اولويه دراسه انتاج التعداد السكاني يجب ان تبدا بالجانب السياسي 16% الجانب الاقتصادي 52% الجانب الاجتماعي 32% حتى نلتقي في حلقه قادمه طاب مساوك